سؤالك سهل وبسيط وحلو قوي. عمر كمال عبد الواحد في يناير في النادي الاهلي؟ طب يعني ادلي بدلوي في قصه ادلي قصه فتوح ما بيسيبش حاجه تعدي. لا بس هم في يعني ريليتد للاهلي شويه يعني في كلام فلازم يعني كان المفروض انا اللي اسالك اقول لك هو فتوح هيروح الاهلي ولا لا. انا اللي غلطان. انا واحد بقى خلاص اتفضل. بص يا كريم، فتوح وصبحي رد فعلهم على قرار العرض للبيع كان سؤال واحد. انت باي اساس بتعرضني للبيع وانا بعد شهرين يحقي لي امضي لاي نادي وابقى فري؟ فبيشوفوا ان القرار نفسه بالنسبه لهم لغز. الكلام ده بقوله لك مش ابو علي اللي بيقوله. أيوة بس ده معلومات. معلش انا اسف. لو هم بيفكروا كده يبقوا غلطانين. لا ما انا بس في الكلام ان لما هتقعد ست شهور ما بتلعبش كوره دي هتبوظ الماتش. بالنسبه لفتوح بيحسبها ان هو لما حصل ازمه قبل كده وتم اتهامه ببعض الامور من المجلس السابق قعد فتره ما بيلعبش وبتاع ورجع نفسه واثق في امكانياته ان هو لعيب كبير ويقدر يلعب. من ضمن الحاجات اللي مزعله فتوح ان انت بتعيد نفس الكره اللي عملت مشكله من المجلس السابق اللي هو اتهام مش عارف بشرب ايه او مش عارف ايه او حاجه اخلاقيه، فانت بتعيد له نفس المشكله اللي هو عانت بسببها وقعد فتره ما بيلعبش. اللي انت بتسوق سمعته او ان انت بتتكلم في حاجه خاصه بيه اخلاقيه. فالموقف اتكرر تاني مع المجلس الحالي. لا بس هو فتوح غلطان من ساسه لراسه بغض النظر. خد بالك كريم، انا هنا بقول الموقف القوي موقف النادي مش موقف اللعيبه. فتوح بيفكر ازاي؟ لا لا انا يا جماعه مش هنا بقول مين مش الصح. مش رايي انت بتقول ان فتوح بيفكر ازاي. انا بقول لك التفكير عند اللعيبه نفسها عامل ازاي. فتوح قافل تليفونه او محول تليفونه يعني ومكبر دماغه. راجل بيروح يسهر بيلعب بدل يلعب مش عارف ايه مع اصحابه ممكن يتمرن برايفت مع نفسه. فهو شايف ان اللي حصل معاه ده في حقه هو عيب ان انا اسلمك للجمهور بلغته هو اسلمك للجمهور او ان انا اسوق سمعتك عشان خاطر حصل موقف او الكلام ده كان وجهه نظره. كان مش هقول اقول لفتوح مش ليك انت يعني هو مين اللي بيسال يعني انت راجل خرجت من المعسكر انا ما عملتش حاجه ما سويت سمعه حد انا واحد كان في ماتش مهم خرج من المعسكر انا كاداره ما عملتش حاجه غلط بالظبط انا بس بكلم فتوح يعني انت بتنقل عنه. انا فتوح لما يعني حصل السؤال واتكلمنا قال ان سبب الزعل والخروج من المعسكر وبرضه مش بدافع انا بنقل لك معلومه انا راجل صحفي ناقل للخبر اتقال ان هو قعد مع مسؤولين في الزمالك واتكلم معاهم على مستحقاته او جزء من مستحقاته متاخره قالوا له في مشكله ماليه واحنا مش هينفع ندفع المستحقات. قال طب ازاي احنا بنتكلم في تجديد وفي نفس الوقت مفيش فلوس ان انا ادفع المستحقات المتاخره. ده كان مزعله او ده اللي خلاه يعني بالبلدي كده قلب وشه وخرج من المعسكر وكان زعلان. حلو. فده بالنسبه لتفكير فتوح. فتوح في كلام كبير جدا مع النادي الاهلي وفي اعداد حصلت بعض الوسطاء مع بعض الناس المهتمه ان فتوح يبقى موجود في النادي وفي كلام ان اللاعب يخلص مع النادي او يبقى موجود في النادي الاهلي بنهايه الموسم الحالي. فهو اللاعب لحد دلوقتي يمكن ما يعني ما مش زي ما بيقولوا وقع رسمي او خلص او الكلام ده او مضى في الاهلي. لا هو بنسبه كبيره ممكن يكون رغبته الاولى دلوقتي ان هو يبقى موجود في النادي الاهلي من السنه الجايه. هتفتكر التاريخ ده 16 نوفمبر؟ ما انا لسه كنت اقول لك وافتكر كلامي دلوقتي. اللاعب من جواه متضايق من اللي حصل معاه من مسؤول الزمالك ومتضايق من ان هم مش عايزين يسووا بزيزو وعنده رغبه زي ما بقول لك ان هو يبقى موجود في النادي الاهلي لو الامور مشيت بنفس السيستم او نفس طريقه التعامل. النهارده 16 نوفمبر صح؟ انت قلت انه ممكن يروح الاهلي ان شاء الله. وانا بقول لك ان فتوح مش هيروح الاهلي. ده رايي او معلوماتي وانت معلوماتك. انا عندي معلومه ان كمان اتقال فتوح نصا يعني عشان خاطر القصه دي ومعلومه متاكد منها ان يبقى في العقود اللي هتتكتب شرط جزائي عشان ما يخليش شكل الناس بتتكلم معاه النادي الاهلي وحش. يبقى في شرط جزائي يتكتب بمبلغ مالي لو مضى وخلص مع الناس في الاهلي الوسطاء اللي بيكلموه ورجع بعد كده مضى في الزمالك. دي معلومه انا متاكد منها.